هذه مويه صالحه للشرب، جبنا تريلا مقاس 32. وهذا الدكتور جاسم. يلا يلا هذه سباكة المجاري، مواسير 6 بوصة بحريني الأصلي. طبعا الفتحات اللي تحت الميدة هذه في البلوك، الميدة ممنوع ملعنبات تكسيرها، شغل هندسي يقولون ممنوع التكسير في الميدة. طبعا الأكواع هذه مرة زينة لكني غالي شوي، زي ما تشوفون الفتحات في البلوك تحت الميدة، الميدة ما تتكسر. طبعا مايلة ميول ورايحة، هناك الماسورة اللي جاية من الجدار هذه حقت المطر اللي تيجي من السطح. طبعا هو ما خلص، توه بادئ، ما بدأ إلا شوي في الخلف، وقاعد هناك يشتغل الحين. إن شاء الله إذا خلص نعطيكم الصور كاملة بعد البنيان، لأنه بيبنيها، بيبني ما بين كل متر يبني ببلوك 20 جنب الماسورة، منشان الشيول ما يكسرها ويحط عليها خلطة. طبعا إحنا عندنا السور هذا ميت، السور هذا ما يقوم لين فوق، بس قواعد ورقاب وجدار لين مستوى الميدة، وهذه ما يقوم فوق لأن الجار داخل علينا حول 20 سنتي أو 15 سنتي، لذلك قومنا عمدان لين هنا ودهناها بهذا الدهان الذي ضد الصدى، واثنيناها معطفة زي كذا مشان بعدين المالك إذا جار كسر جداره ولا شيء وهو وده يسوي جدار يفك بس البلاط اللي هنا ويرفع الحديد ويسوي عمدان وبنيان على طول، بيكون عنده الوضع سليم اذا جارك سجد الجدار اللي عنده، ما تكون عنده اي مشكله. شوف السور لين هناك، الاعمده ثنيناها ودهناها بدهان هذا ضد الصدى وتندفن عليها وتتبلط، وضعها سليم ان شاء الله. هذه الباب حق هذا يطورون الشركة الخارجي يجي هنا، هذا المكان بينبني كتف صغير جنب الطبلون، وهذه الباب مدخل الرئيسي غرفة السائق. أول ما تدخل على اليسار يجي القاطر الرئيسي، على يسار على اليمين ما ينفع، ممكن على اليسار على الجدار هذا اللي بيقوم هنا، طبعا 80 سنتي. بعدين يجي كتف 15 بلوك 15 زي ما تكلمنا ذاك اليوم في المكان هذا، وكتف هنا في المكان هذا. بتكون غرفة السائق طولها 3 متر و20، لأن الحين هي 4 من عند الباب الرايح لين هناك 4، خلينها 3 متر و20 صافي. هذه ماسورة الصرف الصحي طالعة يعني على الشارع، هذا الشارع هذا الرداد هنا اللي يسمونه غرفة التفتيش، البناية
هذي بيدفنوا على الماسورة على أساس ياخذ الميزانية. الحين بنحط فيها موية ونشوف الميزانية. هذه مواسير سباكة المجاري، حطينا لها بلوك وخلطه. زي ما تشوف الصورة هذه بلوك وخلطة مشان تثبت، مشان الشيء ان شاء الله ما يجيها. زي كذا بيكون وضعها سليم بإذن الله. الميدة معزولة وقايمين ندفن دفن الطبقة الأخيرة، بعدها إن شاء الله بيكون صبت النظافة بعد الأعمدة طبعا. الحين ندفن وبعدين نرش وبعدين نرص وبعدين نبدأ في الأعمدة. ترى هذه توثيق يا ابو محمد، بعدين تقول لي لا انا شغلي زين ما زين. صحيح شغلك زين، بس في اشياء انتم تتركونها تهملون تخلونها علينا وبس. هاي صال شو المسبح الحين ان شاء الله مقابل الصالة. الصالة هذه كلها الصالة الحين، هذه صالة الطعام طبعا، صالة الطعام هنا. هذه آخر طبقة من طبقات الدفان اللي عليها المجاري وعليها أكياب الكهرب. طبعا الحين أنا خليت الحارس إنه ينظف كل شيء، المفروض ما يكون فيها لا أكياس سمنت ولا حصى كبير ولا أشياء تضر بال المصيرنا. وبالنسبة لدفان الميدة، الميدة الفيلا داخل خلاص، بس يبغالنا عاملين يسووا يعني ما يسوون الأماكن اللي فيها المواسير هذه ما يدخل عليها البوبكات، هذه يدوي زي ما تشوف داخل خلاص، بس باقي السور منها قدام. السلام عليكم، شوف هذا الوجه اللي حصلت عند النشمي.
هذا الجهة الثانية ما أشوف عليها سعر، هذه 10 كيلو. شوف السعر هنا عليها 65 ريال، سعر 65 عشرة كيلو. احنا بدأنا في الرص، لكن في بعض الغرف عندنا زي هذا كويسة، في بعض الغرف زي هذه فيها شوية دفان زايد لأن ما نزلت، لأن تحتها دفان كسارة وحطينا فيه موية تحت، لذلك هذا الدفان ما نزل. احنا لازم نبغاها 10 سنتي. الحين ايش نسوي؟ بنجيب بوبكات، لان شغل يدوي العمال ما ينفع يطول بدون فايدة. بنجيب بوبكات وننزل هذه، شوف هذا دفان زيادة حتى هنا، بنجيب بوبكات وننزلها 10 سم. احنا كنا متوقعين تنزل مع الموية لان دفان ناعم وسبيت وممتاز، لكن ما نزلت. بعض الغرف ما نزلت وبعضها نزلت. هذا البوبكات اللي جبناه، سوى اول غرفة، هذا بيسوي في الغرفة، غرف اليمن عمال ما تنفع لان الشغل زايد، الدفان زايد، ما يبغى الا بوبكات.